كرة الآن عرضية حاضرة، متابعة رأسية، متابعة للطاير والهدف الأول، ثم نشاهد العرضية المتقنة من قبل صلاح الدين والمتابعة بكرة على الطاير، كرة لا ترد ولا تصد، هدف الافتتاح، نشاهد حقيقة هدف جميل، هدف رائع للاعب إسراء الحموية، اللاعب السوري، كانت عرضية من قبل اللاعب صلاح الدين العزام، وهدف الافتتاح لمصعد فريق الشيخ حسين، هدف مرة ثانية من زاوية أخرى، نشاهد الكرة العرضية والابعاد الكامل موسى اللي هو النجم الوحدة السابقة طبعا. على كل حال الزياني عميد المدربين المباراة، سيد عدنان محمد، الكرة تتلعب ولكن تتخلص، تبعد تماما، ترجع مرة ثانية أيضا، الكرة تتخلص بصورة ريكو الذي ينتظر منه الكثير، مباشرة لأحمد جلال يحاول يتقدم، وهذا اللقب قد يكون أغلى الألقاب في مسيرة الكرة البحر الكز لحد في الأربع كوز، ويتمنى أن يكون حاضرا في الخمسة قبل نقول إحنا الثالثة ثابتة، ولكن طولة كما ذكرت البحرين المنظمة، الكويت صاحبة اللقب، والسعودية وقطر، والمدافع يظهر لي محمد القلاف هو اللي أبعدها، صالح في رماد البسيتين يلعبها، تتلعب واضح أنه زعلان لأن ما حد قاعد يوصل لكرة يعني، لو تلاحظ بالنسبة لنص ملعب البطولة لمن ستذهب، والكأس الغالي لمن ستكون، وهنا إسراء يلعبها وراء مع هشام، السيد عدنان محمد، الكرة تتلعب تتخلص على مستوى هذا التاريخ وعلى مستوى هذه الكأس الغالية، رأسية الآن، رمي التماس، كرة تتلعب الآن توصل على الجانب اليمين، محاولة مرور خطيرة ولكن التغطية تأتي من علي برشيد ظهير شمال فريق نادي، رمي التماس تتلعب، الكرة مع إسراء يحاول يمر، مرمى استقبل 20 هدف في مخاط الجملة، مسجل سوى 9 أهداف، بعكس الحد الفريق الذي سجل 14-4. أحمد الختال يترك الملعب، على طول جاءت إسراء عامر، محاولة مرور من جانب إسراء، يحاول يعدي مضغوط عليه، هذا محمد داوود الأردني يضغط، كرة توصل، وهو السفير الحقيقي للكرة البحرينية. دوري الدرجة الثاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الاتفاق في الجولة الأخيرة. فرصة الأولى ضاعت على اللاعب الأول لهائل للنجمة، كان بمسمى الوحدة في النسخة الأولى 77-78 يوم خسروا المحرك بهدف مقابل لا شيء، ويومها ضاعت، والأهلي خمسة ألقاب والنجمة خمسة ألقاب، الرفاع أربع بطولات، الرفاع الشعب ذاقوا طعم هذه البطولة، لكن هناك أندية تواجدوا في المباراة النهائية لكن ما حالفهم الحظ بالحصول على لقب هذه البطولة، ومنها البسيتين لتواجدوا في المباراة النهائية في أربع مناسبات لكن ولا مرة توجوا بلقب هذه البطولة، خمس مناسبات مع الحالة مرتين ومع المحرك في ثلاث مرات، كرة توصل تحولت بجهة اليمين، هشام منصور يتحول من اليسار لليمين، هنا المحاولة إسراء عامر يلعب عرضية، وجول البسيتين أفضل خاصة في الخطورة على مرمى النجمة، في الأولى انفراد وفي الثاني هشام منصور، ودائما الذوالي، هنا محاولة وفيها الصافرة لكن بعدم وجود ركلة جزاء، بل بداع التمثيل والصافرة والخطأ على اللاعب إسراء عامر اللي ممكن يتلقى الكرت الأصفر الأول في الكورة الأخيرة، ولكن حكى المباراة حاول نفسيتي نغل الكرة في الجهة اليمنى، هشام منصور ليضع الكرة تأسيه من أيمن الهاجري، إسراء عامر ينقلب بشكل سريع باتجاه اللاعب منتصف الملعب مشتبه قلوم للتحول، وحتى الآن تعادل السلبي في الشوط الأول، كرة إلى ما الكرة الأخيرة، كرة محاولة هنا في البحرين قبل المباراة ذكر أن الأهم هو الصعود إلى دوري الدرجة الأولى ولا دوري فيفا البحرين. ولكن يبقى كبير المدرب اللي بالفعل يفتقدوه في هذه المباراة الكابتن خليفة الزياني اللي توج مع لبسيتين بلقب تاريخي
يوم ما حققوا لقب الدوري لاول مره. سامي الحسيني دائما يبحث عن المستاني، تاتي من الخلف الامام، كوره عادت باتجاه اللاعب اسراء عامر، كوره عادت اسراء عامر يحتفظ بكره اسراء، سيطره في منتصف الملعب، اسراء عامر ياخذ كره اسراء يلعبها على طول بالمنطقه، استلام يفرق، الاستلام ما كان بالصوره المثاليه، وبالتالي المدربين حققوا لقب هذه البطوله مره واحده فقط. البطوله القادمين من تونس الشقيقه بسته القاب وعلى راسهم لطفي رحيم بثلاث، لمرزي وصلت لاسراء عامر، التحدي خاصه في الجهه اليسرى الجهه الهجوميه، لاعب مزعج يملك الامكانيات، ازعج دفاعات النجمه، كره تحولت فيها صافر اخرى. نعم فريق نادي الفسيتين، كرة توصل بنص الملعب على طول وورا الان تتخلص تعود مره ثانيه توصل على نص الملعب، لا زالت مع الفسيتين المركز الثاني، بعد ذلك على بعد نقطتين ياتي المحرك في المركز الثالث ب 24 نقطه، يتساوى مع الرفاع هو الاخر اللي عند نفس النادي، المحرك تمرير اماميه عبد الله عمر، الكره معاه يطلعها بعرض تتلعب في الجول، ولكن اين الخلصه وعن خدماتهم هذا الموسم. نعم الشباب استغنى عن حسين شاكر وعوضه بسوري هيثم، اقال التونسي حسن الزواوي وعوضه بالبحرين احمد صالح، محاوله مرور والحد وخوزيه جريدو وعوضه بالكرواتي برانكو، فريق نادي المحرك مثل ما يتطلع على فريق نادي المسيح. الجن الثاني يلعبه ولكن اذا تغطي من البرازيلي الاخر جوليانو، جوليانو على نص الملعب لاسراء عامر، تمرير لعب على نص الملعب لسلمان الدخيل، الكره مع اسراء عامر، الساتر ادمير، ادمير يا عمد انت دمرت الدنيا ادمير، ادمير ادروفيتش مش معقول في اللقطه الماضيه مش معقول، لا 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 اللي جمال راشد، جمال راشد بالمناسبه قضى وقت طويل سنوات هناك مع نادي النهضره مع مشتبه غلوب، مشتبه غلوب على نص الملعب لأسرع كرة ترجع مرة ثانية توصل لأسرع عامر، رمي التماس لصالح المسيتين تتلعب رغم النقص العددي للاعب الكثير على اساس ان هيلب يور سيلف اخدم نفسك بنفسك، محاوله خطيره، محاوله مرور، تسجيل هدف التعادل، يا جول تشوف لعادل، شوف هذا اسراء تقدم مر من حارس المرمى سدد، ولكن يا ريت لو تشوف البدايه اسراء هني تقدم واسريق وشيك وحاجه يعني ما في اروع من كذي. الان عاد الان ركله ترجيحيه الان يا عبد، سجل ولا لا حنشوف حنشوف حنشوف، اسراء 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 وينجح في التسجيل وينجح في التسجيل وينجح في التسجيل، هل يذهب لمسيتين لثاني مره على التوالي الى المباراه النهائيه والاخر؟ حنشوف عاد، هو في الاربع مرات اللي فاتت وصل الى اللملمه بشكل جميل، الاسقاط الاجمل والمتابع هنا، التصويبه والهدف الثاني. اذا حسام الزيود، حسام الزيود القادم لتشكيل هذه المتابعه هنا، وشاهدنا اسراء حمويه عمليه التوغل بالشكل الجيد، لاحظ هنا لملمه الكره من قبل ساده الشقران وعمليه الاسقاط الجميله الى الكره بينيه لعصام الريحنا، هنا التنفيذ الى الامام منحوبه، الاسقاط خطر، الله تسجيل تسجيل، قياده منذ البدايه وهنا المباراه الاولى والانطلاقه وهذه الاعاده وهنا التقدم والاستلام بعد الكره. اماره جريانه تصل لاسراء عامر دائما للانطلاق من السفينه الزرقاء عاليه لسامي الحسيني، سامي الحسيني ضاعت فرصه للمسيتين، لاحظ هنا الاستلام وطا كان بامكانه ان يسدد بشكل افضل، وسينتظر المباراه القادمه مع نادي الشباب وان فاز ولكن فارق الاهداف ياسر مطلق. لاحظ هنا المحاوله الخطيره لم تكن فيها شكل منضبط في كل شيء بالنقاط وبالاهداف، سريعه عاليه ستين يبحث عن التعادل، هي خطيره ممكن التعادل وهدف التعادل ياتي اخيرا بهدف، لاحظ هنا الارضيه العاليه في ظل غير الرقابه اللصيقه والغفله من لعيبه البحرين.
التعادل ياتي لصالح المشيتي عن طريق اسراع عامر بعد ان كانت المباراه فريقين في اخر دقيقتين من زمن الشوط بدل الضائع من الشوط الثاني. سريعه تصل لاسراع عامر احمد عبد الرسول يمرر مجتبى غلوم خطيره الضريره مجتبى غلوم تسديده اسراع عامر هدف ثالث قاتل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط. انتصرت به السفينة الزرقاء، كانت مباراة مجنونة عشر وعن نادي المالكية سوى نقطتين أول أو ثاني، تعرف 90 دقيقة تعطيها كل ما عندك، ونادي البسيتين يحاول الدخول يحاول بناء هجمة تكتيكية، لكن لا تعلم هي 90 دقيقة لم يمضي إلا 11 دقيقة، هل تكون هناك كلمة لأحد الفريقين؟ هل يكون هناك كلمة لأحد الفريقين؟ كرة إلى اليمين، أحمد جلال يحاول الآن هي إذن تعود الآن مرتدة الكرة إلى نادي البسيتين، محاولة الآن البحث عن هدف أول، كرة خطيرة الله دون الهدف الأول ولا غير الهدف الأول. ريكو لا ينتهي، ريكو لا ينتهي أبدا، مهما طالت السنين ومهما زادت الأيام، مهما كبرت بالسن لدى سلمان شريدة، أم تريد أن تتراجع للدفاع؟ لا أعتقد. بعد الخسارة من نادي المالكية بهدفين لهدف، فحذر من ستبحث الآن، ممكن التسديد من هنا لكن لا الدفاع. تعود إلى جوليانو، إسراع عامر إلى مرتدة، المباراة اختلفت إلى غرف التبديل، غرف التبديل التي كان سيذهب لها سلمان آخر. السفينة الزرقاء الآن ترسو ترسو في ميناء صدارة، وجعل الفرق المقدمة الآن بالفعل في وضع رائع ووضع ناري بالسامي الحسيني، وبعد ذلك التغطية كرة عادت إسراع عامر، نقل الكرة الأمام وجوليانو بالمكان المناسب. نعم لبسيتين سامي الحسيني هنا التحرك ونقل الكرة باتجاه إسراع عامر، إسراء استلام محاولة المرور بشكل رائع يبحث عن التسديد ممكن هنا كوميل عيسى غالب الخطأ في الاستلام هنا التحرك اللعب لسامي الحسيني محاول الآن هشام منصور والبسيتين والتحرك في الدقائق الأخيرة. نعم هشام براسية رائعة وارتقاء رائع أيضا البسيتين حتى الآن الأمور في الجانب أوزية وعبد الله شلال الاثنين يتناوبون عليه في الرقابة على اللاعب سامي الحسيني هنا إسراء هنا التقدم هنا السرعة هنا يلعب الآن والمحرك والبحث عن اللقب بعد ما قاب عن اللقب لمدة ثلاث مواسم متتالية هنا محاولة وراسية هدف والزيارة الأولى للمنامة في مرمى البسيتين. نعم اللي يعود مجددا بسبب الإصابة في آخر ثلاث مباريات وعيد سلمان عيسى أحمد الصغير بابا توريه محمد عيسى عيسى موسى عيني روز هاني البتين من جوليانو كورة عادت إسراء عامر يتقدم بشكل رائع إسراء عامر يكسب المساحة يلعبها في مكان تصليل دكروز خطرة إسراء عامر لاعب مميز في منتصف ملعب مجهود رائع لهذا اللاعب عبد الله علي كرة محاولة إسراء عامر أكثر لاعبين البسيتين حركة وحماس داخل أرضية الملعب خاصة في الناحية الهجومية في قطع الكرات بدري خاصة أن أمامهم لقاء خليجي في بطولة الأندية الخليجية والمنام على فكرة في آخر مباراة لهم ويملك الإمكانيات هي إسراء عامر اللي ممكن يبحث عن التسديد حولها للعب لاعب إسراء عامر في محاولة المرور بالفعل يتقدم بكرة الآن يلعبها عرضية ويخطفها كرة عادت محاولة التقدم والمرور إسراء عامر